السلام عليكم. يوسف شينون، المنسق الجهوي لجهة الشرق والريف في المنظمة الديمقراطية لقطاع النقل. استجابة للنداءات التي أخذناها من الإخوان السائقين المهنيين والمتضررين والمتعسف عنهم في مدينة قرسيف من طرف بعض النقابات ديال الطاكسيات. الحمد لله قمنا بتجميع الشمل كيف ما كيقولوا، وقمنا بالذهاب الى مدينه قرسيف مع 5 نقابات، نحن اي المنظمه الديمقراطيه للنقل والنقابه ديال فاس والنقابه ديال وجده. والحمد لله مشينا البارح، عطينا واحد الرسائل للسيد العامل، واحد الرسائل كذلك للسيد الباشا، وكان واحد المشكل انهم ما قبلوش منا تلك الرسائل وتلك المطالب ديالنا. المهم اليوم الحمد لله اجتمعنا ودخلنا عنده وتاكد هو من المشاكل اللي كان عانيوها يعني، واستجاب لنا. وفي هذه الاستجابه كان خير الحمد لله للسائق المهنيين، ونبشرهم خيرا. حاجه واحده اللي بغيت نقول للسائق المهني اللي كيمر على مدينه قرسيف، كاينين ديك جوج بلايك، هذاك مشكل تنظيمي دايره البلديه، يبعدوا عليه شي شويه، وقفوا راه معاه يهضر معاهم حتى واحد. في حالة الا هضر معاهم شي واحد عاود يتصلوا بالنقابات ديالنا، وما كاين مشكل ونحن لهم اوفياء. السلام عليكم.